السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. اليوم سنلعب باصغر مخلوق في تاريخ لعبه جي تي اي 5. ليس اصغر مخلوق على الاطلاق، لان اصغر المخلوقات على الاطلاق فاننا لا نستطيع رؤيتها، علينا استعمال المجهر لكي نستطيع رؤيه تلك المخلوقات. لكن اليوم الشيء الذي قررت فعله هي انني قررت تنصيب مود انت مان. نعم، الرجل النمله، كلكم يعرف الفيلم الخاص برجل النمله. اذا لم تشاهدوه فانصحكم ان تشاهدوه لان فيلم ممتع ورائع. نصبت احد المودات التي ستسمح لي يا رفاقي بتغيير شخصيتي لرجل النمله، وهو هذا المود الذي اسمه لادون بيد. سنأتي إلى هنا وسنختار اس انت مان، وبهذه الطريقة يا رفاق فإننا سنتحول أوتوماتيكيا لرجل النملة. راقبوا يا أصدقاء هذا الرجل النملة، فإنه صغير جدا، في إمكانه المرور أسفل من البيبان. نعم، يستطيع هذا الشخص المرور أسفل من البيبان إذا نزل الأرض، لكن باب مايكل صراحة فإنها تم تنصيبه بشكل جيد. لا يمكن مع الأسف لرجل النملة أن يمر أسفل منه لأنه أكبر شيئا ما حجمه كبير. لكن راقبوا معي يا أصدقاء طريقة الجري فإنها مضحكة جدا، سيستطيع الصعود من هنا. واو، الرجل النملة فإنه خطير وسريع، شاهدوه لقد قفز. كيف فعل الرجل النملة يا رفاق؟ واو، خطير جدا هذا الرجل النملة، أمره مضحك. أتساءل الآن هل سيستطيع السباحة أم لا؟ شاهدوا، قد استطاع السباحة يا أصدقاء، راقبوه. واو، وهو سريع جدا، لا تصدق طريقة جرية فإنها مضحكة جدا وممتعة. الله عرفت هذا، قمت بتنصيب تجربة هذا المود منذ زمان. هذا هو رجل النملة يا رفاق الأوفياء. هل سأكشف فقط بهذا؟ لا، بل قمت بتنصيب أحد المودات الأخرى التي ستسمح لي بتغيير الفيو وباللعب برجل النملة كأننا نملة بالفعل. انتظروا، سأخرج الآن من اللعبة وسأكشف الإحداثيات، بعدها سأعود لكم. هنا في الواي علينا تغييره لناقص 0.4، وهنا ناقص 2.2. ونحن يا رفاقي تحولنا لرجل النملة، وشاهدوا الفيو، هذا هو الفيرست بيرسون. واو، الفيرست بيرسون فينا رائع جدا، وهذا هو سكند بيرسون. نعم، لدينا 2 من الفيوز فقط، الفيرست بيرسون والسكند بيرسون. راقب راقب الرجل النملة يا اصغر، يا سلام، هذا شيء مضحك جدا. استطيع المرور اسفل من الباب، في امكانك المرور اسفل من الباب فقط اذا فعلنا الكراوتش مثلا. هي لا يمكن فعل الكراوتش باستعمال رجل النملة، وهذا امر مهزي جدا. راقب 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 طريقة الجري، طريقة الجري فانها مضحكة جدا. هي مر من هناك، في امكانك المرور من هناك يا المغفل. كانني مررت، انتظروا. نعم، كانني مررت يا اصدقاء، قد خرجت، لكن حقيقة لازلت لم اخرج بها. حسنا، هي لكن صعد فوق من الباب. يا سلام يا سلام، واو، صعدنا فوق من الباب، هذا شيء خرافي. الان سنكتشف كيف في امكاننا مثلا سرقة السيارات. هل سيستطيع رجل النملة سرقة السيارات، وهل سيستطيع سياقتها أم لا؟ وهذا كله سنكتشفه الآن. السنان سنسرق هذه السيارات، السيارة فإنها كبيرة عليك. راقبوا، فتح الباب، وهنا قمنا بإخراجه، قمنا بإخراجه، شيء رائع. وسأستطيع الآن سياقة طريقة سياقة السيارة فإنها مضحكة جدا يا رفاق، رأيتم؟ واو، سنرى أسفل من العالم، هذا شيء رائع جدا وجميل. لكن مع الأسف لا يمكنني السياقة بشكل جيد، يعني تغيير الفيرست بيرسون. في الفيرست بيرسون فإن طريقة السياقة تظهر بشكل جيد على الأقل. حسنا، سنستمر في السياقة بالفيرست بيرسون. سنذهب الآن للمطار وسنحاول تجربتها في سياقة الطائرات لكي نرى هل سيستطيع رجل النملة. أوه، على الأسف غيرت الفيو، فضاع الفيو نهائيا. هل سيستطيع رجل النملة سياقة الطائرات أم لا؟ وصلت لمنطقة الهليكوبترز، هناك هليكوبتر، لقد سمعت صوتها. صاحبها جاي، تعال يا صديقي، تعال، انزل انزل بسلام، لنقوم بأخذ تلك الهليكوبتر. يا صديقي كيف حالك؟ راقب رجل النملة فإنها مضحكة جدا. هيا صديقي اخرج، لماذا لا تريد الخروج يا يلمو؟ هو ينتظر، ينتظر من المروحة لكي تقف 100%. واو، نزل هذا الشخص من الطائر، عليه أن يشتغل عند شخص غني. رأيتم ماذا لو قمت بأخذ هليكوبتر الآن؟ قد ركبت. أوه، ها هو جاي 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 عندي يا رفاق. راقب الرجل النملة، راقب الرجل النملة. هيا هيا هيا، طير طير طير. مع السلامة يا صديقي. هيا، لقد أخذت به هليكوبتر. وداب طريقة سياقة الهليكوبتر فإن لا يمكن مع الأسف لا تغيير الفيو ولا فعل أي شيء باستعمال رجل النملة. أنا الآن أضغط على V لكي أغير الفيو لكن لا أستطيع، كأنني لا أسوق نهائيا للهليكوبتر. واو، الفيو فإنه رائع، يشبه تقريبا كاميرات المراقبة التي يتم تنصيبها أسفل من الهليكوبتر. رأيتم؟ شيء خرافي جدا. سنحاول الآن الحصول على علو كافي، وبعدها سنستعمل الباراشوت لكي نكتشف كيف سيظهر الباراشوت مع رجل النملة. أنا متحمس جدا لكي أكتشف الأمر، ولكي لا نقوم بقتل الناس لأن رجل النملة فإن رجل مخير، سنحاول الذهاب هنا فوق من المحيط حتى مثلا إذا نزلت هذه الهليكوبتر فإنها لن تقتل الناس، بل ستنزل وسط من الماء وستغرق. واو، الفيو فإنها خطير جدا من هنا، طريقة رائعة جدا للفيو. إن أنت أيها رجل النملة، ها هو رجل النملة فإنه هناك يا رفاق.
رأيتهم تلك النقطة السوداء تقريبا، تلك هي مؤخرة الرجل النملة، وجالس الآن لا يحس بأي شيء. وأتوقع بأننا وصلنا لعلو كافي، نحاول السياق بهذه الطريقة، والآن سنخرج. أخرج أيها رجل النملة، ليتس جو. أين أنت أيها رجل النملة؟ لا أستطيع رؤيتك، لا أستطيع رؤيتك. كيف سنستطيع فتح الباراشوت وأنا لا أستطيع رؤية رجل النملة؟ ها واو واو، الآن رأيته. راقبه راقبه. الأمر فإنه مضحك جدا صراحة. يا سلام رجل النملة الجاي، ليتس جو. الجليتشات يا صديقي. أيها رجل النملة استمتع بوقتك. واو، هل سينزل فوق من الماء؟ لا متأكد لأن الفيو صراحة. واو، راقب راقب رجل النملة، رجل النملة فإنه مستمتع يا أصدقاء. شاهدوا شاهدوا شاهدوا، هو نازل 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 نازل، اقترب. يا سلام، واو، فعلها رجل النملة. أحسنت يا صديقي، مود رائع ومميز. سنحاول العراك، هي اللي كاينة بدأ معركة ضد هذا الشخص. السلام عليكم يا صديقي، كيف حالك؟ سأحاول تغيير الفيو قليلا لأن تحت شو الجليتشات، ولديه اثنين من الفيوز فقط. واو يا رفاق، رأيتم؟ يا سلام، يا رجل النملة، هي اللي كاين نسلم عليه. السلام عليكم يا صديقي، كيف حالك؟ هناك أخ لي لقد غرق، هل في إمكانك مساعدته؟ شاهدوا شاهدوا، هو غير مهتم لي لأنه لم يراني أصلا. وماذا لو مرات هنا بين رجله؟ لقد رآني رآني، عرفني. هو جاي 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 جاي، هروب 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 هروب، اقفز. قال لي بأنني ويك، أنا ضعيف أيها الكلب. حسنا سأريك. النملة فإنها تستطيع حاملة أضعاف جسدها 3 مرات. بوم، أحسن. واو، رجل النملة قوي جدا، ضربه ضربه واحدة فقط ورأيتهم، لقد تلطخت الأرضية بالدماء. بوم، واو، شاهدوا، سدد عليه. لم يسدد عليه، بل ضربه بسبيشل سبيشل أتاك. انتظروا يكشف هذه المرأة. السلام عليكم يا سي، كيف حالك؟ واو، أنت جميلة جدا. انتظروا انتظروا انتظروا، نقوم بأخذ هذا الجيتسكي. هيا تعالي، نغير الفيو، لا يمكنني تغيير الفيو نهائيا. كيف أستطيع سياق ذلك الجيتسكي وأنا لا أستطيع تغيير الفيو؟ لا يمكن تغيير الفيو في الجيتسكي مع الأسف. أنيسة، أين أنت؟ أين أنت؟ ألم يعجبك الجيتسكي الخاص بي؟ حسنا لا أتملع، ممكن أنها تتحدث مع حبيبها هناك، وهي لكي نتعرك وننطلق. ماذا لو قمت بسياقة هذا الكواد؟ راقبوا الكواد الخاص باللايف جارد، هذا هو الفيو، فيو لا بأس به. جاء جاء اللايف جارد، لقد أنزلني. أين كنت مختبئا يا أيها الغبي؟ مشكل، ضربني، هيا دمره. يا سلام، دمره. مشكل 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 مشكل، لقد أصابني، سأهرب سأهرب. هو جاي جاي جاي، اهرب اهرب بسرعة بسرعة بسرعة. هربت هربت. الرجل النملة فإنه سريع جدا. تعال تعال يا أيها الغبي، تريد العراك؟ هيا بوم، لم أصيبه. هيا تعال تعال تعال، في إمكانك تدميره يا صديقي. واو، أصبته أصبته. يا سلام، أسقطته. الآن فرصتنا، هيا. يا سلام، ليتس جو، دمر يا رفاق الرجل النملة. أحسنت يا صديقي، رجل النملة. هذا الموت فإنه مضحك جدا. الآن في إمكاني سياقة هذا إذا أردت، لكن المشكل في الفيو، الشيء الذي فعلته وراء من الكاميرا لم أنساكم يا رفاق، لأننا سنحتاج لسياقة شيء ما، سيارة ما يشبه حجمها تقريبا الرجل النملة. الشيء الذي فعلته هو أنني قمت بتنصيب أحد الموضات، وقمت بتنصيب موض سيارة صغيرة جدا سأظهرها لكم الآن. يا سلام، المشكلة هو أنني لا أستطيع رؤيتها يا رفاق بسبب ذلك الموض الذي استعملته. مشكل 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 مشكل، عد 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 للخلف. الفيرست بيرسون، أستطيع سياقتها بالفيرست بيرسون، شيء رائع. راقبوا راقبوا رجل النملة، السيارة لقد اختفت بسبب الفيو. سنقوم بتغيير الفيو إن شاء الله، وسنعيد ذلك الفيو العادي جدا لكي نستطيع رؤية السيارة بشكل جيد. واو، رجال الشرطة لقد جاءوا. مشكل 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 مشكل. حسنا، سنحاول تغيير الفيو ونحن نسوق. لقد قمت بتغييره على ما أعتقد. انتظروا انتظروا انتظروا، اهرب. أحسنت، هاي السيارة، رأيتم السيارة يا رفاق؟ إياتي، راقبوها، هي سيارة صغيرة جدا. بما أنني غيرت الفيو، الفيو لقد تغير عندي فقط، لهذا السبب لم نستطع رؤية السيارة بشكل جيد. قمت بإعادة تغيير الفيو مرة أخرى لرجل النملة، وراقب رجال شرطة الكلاب. وها هي السيارة، رأيتم سيارة؟ سيارة فإنها صغيرة جدا. المشكلة هي أنني بعدما دخلت لها الفيو لقد تغير، رأيتم؟ يجب علي الذهاب لمنطقة آمنة وتغيير الفيو، وبعدها سنعود لكي نحاول الهروب من رجال الشرطة، لأنني لاحظت بأنني علقت كأنني نزلت وسط من العالم في هذه الأثناء. نعم، حدث الجلاش، نزلت وسط من العالم. وقلت لكم يا رفاق، هربت من رجال الشرطة وقمت بتغيير الفيو وشايله. الآن في إمكاننا الركوب على ما أعتقد بدون أي مشاكل. مع الأسف لا يمكنكم الركوب في هذه السيارات إذا قررتم الركوب عادي جدا في هذه اللحظة بعد تغيير الفيو، لكن إذا قمت بتغيير الفيرست بيرسون لا أستطيع الركوب. حسنا، سنستعمل الموضات وسنركب. نعم، لقد ركبت. لهذا السبب حدث ما حدث. رأيتم؟ رأيتم أين سيركب أنت؟
الامر في ان الموضع يكون جدا صراحه. الشمال في ان سيركب يا رفاق امام السياره وليس وسط من السياره لكي نقوم باصلاح هذا الامر في اجب على المجيء الى هنا. وفعل اين هي بالضبط؟ فعل انفيزيبيليتي لكي نقوم باخفائه. وبهذه الطريقه فانه كان موجود وسط من تلك السياره وكانه يسوق تلك. مشكل. الان سنعطي لانفسنا نجمات الشرطه اوتو ابجريد. يا سلام اضفنا الابجريد لهذه السياره. رقبوا بعد إضافة الأبجريد. مشكل علي أحد فعل بات أخيد. نعم يجب علي أحد فعل. أوه العجلة كذلك لقد اختفت. رأيتهم بعد إضافة الأبجريد لقد هززت الكثير من الجليتشات في هذه السيارة. علي أحد في ذلك السبويلر. أريد صراحة الحصول على 5 نجمات ومحاولة الهروب من 5 نجمات. هاهم رجال الشرطة سنحاول أصقاء الوصول لخمسة نجمات. انتظروا نكشف أين يستيكي بومز. الجرنيت ممتاز. هيا انفجري تلك الجرنيد. لقد تأخرت في الانفجار. راقبوا الآن انفجار. تأخرت كثيرا سأحتاج لاستعمال السيكيمون. واو هاوي إرسال السيكيمون. بوم لست متأكد هل فجرتها أم لا. الآن راقبوا بوم لا أعرف. هيا مشكل لقد جاء الصوات. هل يمكن قلب سيارات صغيرة كما نفعل؟ نعم مشكل بسبب رصاصهم. تزعمني واتي سيارة هي سريعة جدا علي الحذر كأنني أطفو الآن. هيا لا انقلبت. واو 360 خطيره جدا فعلتها في تلك الاثناء. نضع السيكي بومز هنا. ابتعد انت ايها المغفل. بوم لم افجر اي احد. حسنا نضع السيكي بومب. هيا ضع في مشكل لقد نزل. ممتاز اسقطته للارض. خذ ايها المغفل. يا سلام لقد فجرته. احسن العمل. هيا لكي نتحرك. مشكلة هذه السيارة في الهاندلين. صعبة جدا في الهاندلين يا رفاق لن تصدقوا. لانها صغيرة تشبه تقريبا الارسي كارز طائرات الالعاب لكن يسدد على اولئك الكلاب. بوم فجرته. اتوقع بانني فجرته. هذا الكلب الغبي كذلك يجب ان افجره بعد. مشكل واو رجال الصوات سافجركم يا المغفلون. يا سلام تم تدمير. سيمكنكم يا رفاق المرور وسط منهم. راقبوا لا لقد اصابني بالعجل لكن في امكان المرور اسفل منهم. لا هنا لا استطيع. تلك السياره استطاعت الدخول اسفل منها. انتظروا نكشف. هناك لا استطيع لان فيه البامبر. نعم هاتي اعتقد باني ساستطيع المرور اسفل منها لكن مع الاسف لقد ضربني بالجانب لان السياره فانها صغيره جدا ستستطيع فعلها انا متاكد. سنقوم بتجربه الامر لكن قبل هذا يجب علينا الهروب من جهه الشرطه والحصول على 5 نجمات. بوم فجرتهم. هيا اعطوني 5 نجمات ايها المغفلون. قد فجرت طائراتكم. اتوقع بان لدي فكره. سنتجه نحو التكنه العسكريه ونحن لدينا 4 نجمات في هذه اللحظات وسنكشف هل سيستطيع العساكر تدمير وإمساك بالأنتمان أم لا. دخلت للتكاية العسكرية. أين أنتم يا العساكر؟ لا أتوقع بأنهم سيستطيعون رواج. راقبوا ذلك الشخص لديه طائرة الجيت ويتجول 100% يريد إرسال صاروخ عليه لكنه لازال لم يراني بعد. هاهم العساكر. خذ أنت. جميل دمرتهم. واو ليتس جو قفزة عالمية جدا. صديقي أنتمان هيا فجر تلك. جيد قمت بتفجيرها. روعة اقتربنا من الحصول على 5 نجمات. لم يتبقى كثير علي فقط تفجير بضعة سيارات وبضعة طائرات وسنحصل على ذلك العدد الهائل من النجمات. احسن العمل. هناك طانق 100% وقد سدد علي كاد ان يصيبني. طنوق سيصعب عليهم اصابتكم في هذه اللحظات لاننا نسوق اصغر طائرة. اوه يا طنوق رايتهم. هاي لن تستطيعوا اصابتي ايها المغفلون. خذ هيا سدد. اوه كاد ان يصيبني ذلك الشخص. ممتاز فجرناهم. واو استكما. اوه 5 نجمات. 5 نجمات يا اصدقاء. احسن العمل. الان بعد وصولي الى 5 نجمات سنحاول الهروب. هل سنستطيع فعل هذه القفزة بدون أن يحدث أي خلل؟ لكي نكشف الأمر. يا سلام ممتاز. واو 360 خطيرة جدا وفي الأخير نزلنا. لم ننزل باحترافية لكن على الأقل قد نزلنا. هناك جليتش حدثت رأيتم أم هل بعد إضافة الأبجريد؟ ممكن بعد إضافة الأبجريد لقد حدث ذلك. اقتربنا من الهروب منهم. انتظروا الشيء الذي سأفعله هو أنني سأترك سيارتي وسأنزل. انتظروا سنهرب منهم بسهولة تامة لأنهم لن يستطيعوا رؤيتي يا أصدقاء. إذا اختبرنا في الأعشاب بما أنني صغير جدا أنا متأكد أنهم لن يستطيعوا رؤيتي. نعم بالفعل بعد هروبي وصلت بالأعشاب رأيتهم النجمات لقد انخفضت. كانت لدي 5 نجمات الآن أصبحت لدي 3 فقط لأنهم لم يستطيعوا رؤيتي. هيا لكي نسبح. هيا بسرعة. واو انت مان سريع جدا كذلك في الواحل. تخيلوا لقد رأوني. كيف رأوني لست متأكد لأن النجمات تجمدت. إذا ذهبنا لتلك الضفة ممكن ألا يروني وممكن أن أفقد مزيد من النجمات. هيا يا سلام انت مان تعرف بسرعة اختبئ وسط من هذه الأعشاب. جيد روعة جدا انخفضت النجمات بقيت لدي نجمة واحدة فقط.
ممتاز. وبهدف إذا سيكون قد استطاع الهروب منه باستعمال أنجمات الرجل النملة ببساطة، لأننا اختبئنا وسط من هذه الأعشاب فلم يستطيعوا الكلاب إيجادنا، هم لازالوا يبحثوا الآن في تلك الضفة. وبالفعل يا أصدقائي لقد فقدنا 3 نجمات، بقيت لنا نجمة واحدة فقط، وها هي تلك النجمة الواحدة كذلك لقد اختفت، والسبب ببساطة هو أننا أنجمان رجل النملة لم يستطع رؤيتنا. وبهدف أننا سنكون أخيرا قد استطعنا الهروب من رجال الشرطة وحصلنا على 5 نجمات. صراحة لو لم أشغل الحياة الدائمة في أنجمان لقوم بتدميري، لأنهم يأسقى لديهم الأكوريسي في الأيمين شيء لا يصدق العقل. راقبوا أنجمان طريقة مشي وسط من الوحل يا سلام طين فإن يحوم حوله. لقد استمتعت اليوم باللعب بموضع الرجل النملة أو أنت مان، وسنكون قد وصل للنهاية. كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا صدى ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.